قال لك يعني ب 6000 الكيلو. بالنسبة لي أنا ما نلحقش عليه، أنا نلم في الدبابس. العشاء بالعشاء وكان أخذ لقيت كيلو دبابزة تعشيت ما لقيتش من تعشيش. باهي. وأنا مريضة عندي حشق سكر ودم، ما عندي حتى شهريل تجري علي. ظروفي على قدها، كان لقيت الدبابز كليت ما لقيتش الدبابز حيبس. أنت أنا والكيلو تحب تاخذ وسألت عليه؟ نحب ناخذ شوية أنا. ناخذ شوية أنا كهو. أي نوعية؟ أي نوعية. لما قلت لك يعني أنا حاجتي بشوية حوت وتبيع في الدبابز وكذا. آه. نفحو بيها نعطيها ليش ليه؟ بس أعطيك هو توا. أعطيها شوية. شورو. بيه هذا يعجبك يا حاجة؟ ما يسالش بارك الله فيه. الليلة تاكلي الحوت يا ميم، مش تشوفي بعينيك وتمشي. يعيشك يرحم والدي. كثر خيركم بحياتك. عندك قديش ما كليتش الحوت؟ عندي فوق من العير. من وقتاش؟ عندي عين بالعير. عام كامل ما كليتش الحوت. بالحق يا ميمة؟ بالرسمي والله كان يحكي لك. تحلف. تحلف. عندك عام ما كليتش الحوت يا ميمة. فرحانة؟ فرحة، ربي يفرحك إن شاء الله، وربي يطول عمرك، وربي عايش. هكا هذيك هي الظروف راه. عندي السكر وعندي الدم وعندي صدقني كان لقيت شويه دبابس ناكل ما لقيتش انا كل اليوم تلمت في الدبابس ساعات مش كل يوم عندي سكر عندي دم كتبدا كما كاين ما نجمش نتعب حشيك اليوم ونحن موجودين في سوق الجمعه في ولايه اريانا برشا يحكيوا على الحوت يقول لك نشوفوه كان في التلفزه ما عادش خالتين عليه الاسواق غاليه عليه في الاسواق نبيعوا فيه ارخص من اللي يبيع فيه الفلاح قررتنا وزاره التجاره ساعات يلزمنا نخسروا وصلنا نبيعوا فيه رخص من اللي يبيع فيه الفلاح. كي نجوا للسوق هنا نعملوا بروموسيون. الفلاح يبيع ب 5 دينارات الكيلو احنا نشروه ونبيعوه ب 2500 للمواطن. احنا ديما خاسرين. يعني فما واحد يجي يبيع وكل شيء يبيع بالخساره. مش ديما بالخساره ساعات سوق ساعات سوق يحكم عليك. اعطينا نحن ندور ونعرفوا الاسوام اعطينا شنو الانواع اللي عندك واعطينا الاسوام. عندي قاروس سميه الفاش. قداش؟ 14500 واللي هو سومه قداش؟ قداش يمشي؟ هو يمشي حتى ال 20 شنو عندك أفل؟ عندي سبادون ب 10 دينارات الكيلو وعندي بوقة ورقة بحرية 6 دينارات الكيلو عندي بوقة 3 دينارات الكيلو وينها البوقة؟ هكا سردينة ديكا؟ بوقة كيف سردينة؟ كيما سردينة حوت شعبي باهي سوا شنو عندك مخلط ورقة وسبارس قداش سول 4 دينارات 500 هذاك الحوت اللي فما هذا الحوت اللي فما اسيوم تعتبرها انت مقبولة وديما عامل بروموسيون وسومك اقل من الفلاح اقل من الفلاح اي نعم اقل من الفلاح صح السوق يحكم عليك تبيع اقل من اللي يبيعوا الفلاح اما بالرسمي رايح حكايه تضحك والله العظيم جي وزاره التجاره يقول لك ساعات يلزمك تخسر كيفاش نخسر يلزمك تطيح موجودين في سوق الجمعه في اريانا شنو احوال الاسواق؟ الاسواق ماشيه ترتفع الاسواق غاليه برشا شنو الحاجات الغاليه اليوم لو كنت تحكي عندك البطاطا ايوه عندك كل شيء غالي كل شيء غالي كل شيء غالي والله قداش تتكلف اليوم في ولا ها طيب هذا 15000 ربع قفه شنو فيها اخذت شويه مر شوية طماطم شوية فلفل هذوما 15 دينار وعبة سباس تحب تعرف السوق بالضبط وانت احكي لنا شوية على الأسواق السوق غالي شوية أولادي بدينار بس بيع الزوالي مع شكل بالنسبة تحب تعرف هاي ريت النصبة هاي اللي ونس في النار هذيك محطوط الكيلو ب 3000 و 3500 و 4000 بيع يجي 3 كيلو مسكين ثاني حتى اللي يبيع ورم مش مع شغلة الزوالي ريت المواطن مع شغلة موالفين ب 20000 تعب يقفوا وتروح توها 25 اشترها تفرج يتنحوا السراق الكاموفات تولي صفا على حسب ما نشوفه نحن بل اللي يخدم اللي يعبي ليه هو
ان شاء الله تتبدل الامور هكا، ان شاء الله تتبدل الامور. المواطن البسيط يقدر يعبي القفه اليوم؟ جامي جامي. ريت المواطن البسيط كيف السوق يجي يصور لهني وتلقى يعبوا فيك السلع المطيشه. ريت هيك السلع اللي خلوها هيك تجي الزوال تحزن من بعد. مش نحكي معك اكثر من هيك. ليش وصلنا هكا اليوم؟ وتونس ارض الفلاحه وارض الخيرات. تونس خاطر اللي شدوا ما خدموهش. اللي شدوا الدوله ما خدموهش. الخضره نار، نار في مسمار. يحطوا السومه كيك يروم مراقبه الاسعار يقلبوا الحياس. فهمتني؟ الخضره نار. الحاجيات الاساسيه هل انها غاليه ولا لا؟ اليوم نحكيو على الطماطم، نحكيو على الطماطم. بالنسبه للطماطم غاليه. بالنسبه للطماطم غاليه نار. فهمتني؟ الحاجات الاساسيه كيما الفحات وكيما كلها غالي، كل شيء غالي. ما ثم شيء رخيص وما ثم شيء يعجب، كلنا ماشيين للتالي ليس قدام. فهمتني؟ كلنا ماشيين للتالي ليس قدام. ما ثماش حاجة جديدة، ما ثماش حتى شيء. ما صارش تخفيض في حتى شيء؟ حتى شيء. ما حتى شيء، قلنا تحسن زاد تراجعت الأمور كالعادة. شيء ما تحسن، كل شيء ماشي في الغلاء. هاك تشوف، تشوف ها قريب 20 دينار ها. 20 دينار، حتى الطفي طرف تفيح باش نهزه من الأولاد ونهز حاجة ما ثم ما نهز. ما عندهم ما نهزل. ها شوية ها شوية هاك شوف. شوي الحوت شوي وهكا ما هذيك هي الحكي 20 دينار هكا و 20 دينار اليوم ويعني وعامل يومي يعني شوف يعني يعلم بينا كان ربي سبحانه. كمواطنين شنو طالبوا اليوم رئيس الحكومه بخصوص الاسعار؟ بخصوص يرخصوا لنا في الاسعار هي الحاجه الاساسيه. الاسعار ترخص. راو ماشيين تي ماشي ناكلوا الحشيش يا رسول الله، ماشي التالي ليس قدام. تي شيء يحس. بعد واحد خلط على شيء يا رسول الله. 500 تي تو واحد يعمل يخدم زوز خدم ويا ربي يعجلوش يفك هالمشكل. زوز خدم هذا يعني نخدم واحد وكان نلقوا خدمه اخرى نزيدوا نخدم. ويا ربي ما نفكوا المصروف نتاع العائله المعيشه.